بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. قبل أن نبدأ في الأسئلة نرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم مختصرة وأن تكون بخط واضح حتى نتمكن من طرحها على الشيخ إن شاء الله. يقول السائل ارفع صوتك يسمعون. يقول السائل: ما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا؟ إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا لم تصح صلاته. إذا تعمد ترك التشهد الأول لم تصح صلاته. إذا تعمد ترك التكبير تكبيرات الانتقال لم تصح صلاته. إذا تعمد ترك رب اغفر لي بين السجدتين أو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع أو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، إذا تعمد هذه الأشياء أو بعضها ولو واحدا منها لم تصح صلاته. أما إذا ترك الواجب سهوا فإنه يجبره سجود السهو